حياكم الله. عشقها للقهوة دفعها لتصميم أكواب مميزة غير تلك العادية المتواجدة في الأسواق، وعلى الرغم من دراسة مروى هندسة الإنشاءات إلا أن ذلك لم يمنعها من ممارسة شغفها بالأشغال اليدوية لتعرض أعمالها من أكواب مصممة بتفاصيل دقيقة عبر انستغرام. للمزيد تنضم إلينا في الاستديو المهندسة والمصممة مروة نعمان. صباح الخير مروة. يا مروة، يعني أنا أحب أشرب قهوة وأحب أشتري الأكواب، عندي هواية شراء الأكواب، بس إني أنا أسوي الأشياء والأشكال الجميلة هذه ما عندي الهواية لسه، فإحنا حابين اليوم نتعرف كيف تبدأي تسوي هذه الأشكال. بالضبط. إجمالا هي أحلى الأشياء طبعا الواحد يبدأ صباحه بكاسة قهوة. الكاسات اجمالا بالعاده بالنسبه لي بتكون جدا ممله، فبحب اجت الفكره انه بحب انها تكون مبدعه شوي. تعلمت شوي هيك على اليوتيوب، شفت برامج، شفت كيف الاشياء اللي بيستخدموها والادوات تاعتهم. بعدين بلشت اشتغل شوي شوي. طب خلينا نبلش مروة. مروة خلينا نبلش. اوه هذا تشبهني. هذا شنو؟ تشبهني نفس الشعر. هذه يبغى لي تسوي هاي حضرتك، هي لإلك اصلا. طيب شكرا، كنت حابين نعطيك اياها بس سبقتينا شوي. شكرا شكرا. طيب خليني اطلب منك مروة انه وانت تشتغلين تكلمينا انه كيف كانت البدايات؟ هل يعني واحد من الممكن انه يروح يشتري كوب جميل مرسوم عليه، ولكن انت هذه اضافات شنو هي؟ طين؟ بالضبط، هي عبارة عن طين حراري. بمعنى انه مثل معجون الصلصال تاع الاطفال. نشكله بنحطه جوا الفرن لمدة نص ساعة ماكسيموم. لمدة 130 دقيقة، لحرارة 130 دقيقة، عفوا 130 درجة. بنطلعها بنتركها شوي لعند ما تبرد. تاخذ شكلها النهائي، وبعدين بنحط عليها لونينها ولا هي ملونة؟ هي اوريدي ملونه، اذا بتلاحظ هون اوريدي الالوان موجوده. وبعد هيك بنحط عليها ماده اسمها الفارنش، هي بتحافظ بس على شكلها. هلا في اشياء عليها فارنش، في اشياء ما عليها فارنش، يعني مثلا زي هيديك الكاسه. خليني انا خليني هذه هي ما عليها فارنش مثلا، فهي ما بتلمع. ما بتلمع. بفضل انه اذا ما كان عليها فارنش انه ما تنحط تحت المي. هي من انا بلزقها بالعاده بماده السوبر جلو، لانه شوي بيكون ماده امنه. لا ما هي هي الشغله، انها هي ما بتبقى، لانه انت قريب بدك تغسلها بالمي، بدك كذا. فبعد فتره اللي هو مثلا بعد اسبوع الا ما توقع، بس وقعتها ما بتنكسر كثير. يعني هلا هي مثلا هي جبت لكم اياها انها واقعه. هي واقعه اكثر من مره بس مو مبين عليها اصلا انها واقعه. هي قريب عليها ما تنكسر يعني؟ هي قد تنفك الاجزاء عن بعض بحكم انه هي مثلا منطقه ثقيله، هي منطقه رفيعه، هون عند الجوينت بدها تنكسر، بس اذا انكسرت على لاصق تلزق مرة ثانية. والحلو فيها انه اجزاءها هي اصلا ما بتتفتت، فضلها محافظة على حالها، وخط الكسر ما بيكون مبين. طيب مروة معلش، خلي تكمل بس مروة، لا توقفي. انا عندي سؤال، ممكن الواحد يسويها في البيت؟ بتعمليها الحرارة او تحطيها في الفرن في البيت ولا لها افران خاصة؟ هو بتقدري انت تستخدمي فرن البيت، بس اذا استخدمتي فرن البيت لا يفضل انك يكون حاطه فيه اكل بنفس الوقت. يفضل الفرن الكهربائي مثلا، هذا اللي بيكون هيك على جنب، لانه اصلا هي حرارته قليله. وبنفس الوقت انه بيضل امن، بيضل هاي اشياء عباره عن كيميكلز واشياء زي هيك، انه ما بدك تعرضي اهل بيتك يعني لإلها. مو انت مو بس الاكواب، انت مخربه كل اغراض البيت يبدو. لا هذه ايضا انت عملت. بالضبط، هي اصلا الحلو فيها انك بتقدر انت تعملها على اي شيء، بتقدر تعملها على الجارز تعون البهار مثلا، تقدر تحط شكل البهار على غطاء الجار. اشياء زي هيك، انه لها اكثر من استخدام، لها اكثر من طريقه، بتقدر تعملها دمى لحال اذا حطيتها بستاند. يعني هلا هي مثلا مها اللعبه، حطيت عشان تقدر تمسك المايك اضطريت احط توثبيك على العود هذا عشان يثبت عليه عشان يقدر يوقف المايك منيح. فاذا بدي اخليها مثلا هي دميه لحالها نفس الشيء، رح اعملها ستاند هي لحالها. خلصتي مروه هذا اللي بيدك؟ هي عباره عن بري. بري
مكتوب عليه العربية على فكرة المايك، وأنا وقعت في غرام الكوب هذا. أوكي. يعني مبسوطة فيه وشكلي حبدأ حقي. خلاص شكرا جزيلا نمر كان بودنا نشوف التوت ولكن خذتنا السوالف. إذا تحبين يلا هذه هذا الشكل النهائي لها. طيب هذا الشكل النهائي لها إذا تحبون تشوفونها، إذا سمحت يا زنيف. هذا الشكل النهائي يوضع بدرجة حرارة 130 درجة. أي نعم. لمدة أقصاها 30 دقيقة. 30 دقيقة. طيب شكرا جزيلا. جزيلا لوجودك معنا، وشكرا لإبداعك، شكرا على الهدية الحلوة. يا أهلا وسهلا.